الكلام الغريب اللي امك بتقوله ده؟ اللي انت سمعته رضا. رضا؟ طب انا عايز اسمعه منك. انا قررت اسيب الكليه. تسيب الكليه بعد كل ده يا فهمي؟ عايز تسيب الكليه؟ والله انا حر، دي حياتي وانا حر فيها. ايه الطريقه الغريبه اللي بتكلمني بيها دي؟ ايه الغريب في اللي انا بقوله؟ اللي مش عايز ابقى دكتور؟ وانت شايف ان ده مش غريب؟ والله انا شايف ان انت اللي عايزني ابقى دكتور. عمرك فكرت بقى انا عايز ايه؟ ده على اساس ان انا خدتك من ايدك ودخلتك كليه الطب غصب عنك. لا بس ما سبتش مجال ان اختار. كان كل اللي همك ان الناس تقول رضا خلى اخوه دكتور، وخليت حلم ابويا اللي انت ما حققتوش متعلق في رقبتي ولازم احققه. حتى لو اللي انت بتقوله ده صح، ايه الغلط في كده؟ انا دخلتك كليه الطب، مش اي كليه والسلام. اه طبعا مش اي كليه والسلام، بس مش بتاعتي اللي زينا. انا كل واحد في زمايلي ابوه مستنيه يتخرج عشان يفتح له عياده ولا يسفره بره يكمل دراسته. انما انا بقى لما هتخرج هعمل ايه؟ هتشتغل وتشقى وتتعب وتكون نفسك زي اي شاب في سنك. هكون نفسي في مستشفى حكومي هقبض فيها ملاليمه رضا؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ انا مش قادر افهم انت ليه مصمم تخليني احقق اللي انت فشلت فيه. فشلت؟ انت بتسمي كل اللي انا عملته عشانكو ده فشل؟ والله ما حدش ضربك على ايدك عشان تعمل كده، انت عملته بمزاجك، ما تشيلنيش كمان وخلاص. ايه الطريقه الغريبه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انت شارب حاجه يالا؟ كل ده عشان بقولك الحقيقه. حقيقه ايه؟ ان انت فاشل واناني وما بتفكرش غير في نفسك وبس. كلمت امها صابرين. تليفونها مش متاح برضه يا رضا. ابو العمل شاوي سيب الترولي وانده للدكتور مصطفى بسرعه. دكتور مصطفى راح مشوار. يعني ايه راح مشوار؟ انا مالي يا عم؟ هنعمل ايه دلوقتي يا رضا؟ شاوي حضر لي امبول ساكس ومنظار وانبوب. نعم يا اخويا، انت اتجننت يا رضا ولا ايه؟ انت عايز تودينا في داهيه؟ نفذ اللي بقول لك عليه، البنت هتموت مننا. ما تموت يا عم، يبقى عمرها خلص لحد كده. بقول لك ايه، دي مسؤوليه انا ماليش فيه. اعمل اللي بقول لك عليه والمسؤوليه عليا انا. انت حر. يلا صابرين